شوي يجي لما يلقى معاني يشتغل معي اللي ماني ذاله سنين. قام وصلت خبر فلان، قلت إيه هذا فلان عارفه أنا قبل 8-9 سنين، تزاملت أنا وياه وعمل كتير. خلي يدخل، ترى منقطع عنه لي 8 أو 9 سنوات. دخل جلس الساعة 10 بالليل، جلس من 10 خليت ثنتين بالليل، ثنتين بالليل حاطين السحور، قاعد بجنبي قطعت الحام وحطيت شطة، يعني بيني وبينه عيش ومالح قديم وكذا، وبيني وبينه مزارق طيب. اي والله جلسنا وتسحرنا وما لا من بكرة افتح صفحة، من بكرة الساعة 3:30 حنا نتسحر، صار صق على الباب قوة، فتح الأخ اليماني ولا هذا هو مريت دخل، عرفت العيون الطاير كذا ولا نام ومرتب كذا، قال لي منصور تعال قال اطلع بيك. انا قمت قلت سام قلت ادخل تسحر، قال اطلع بيك. الرفاسه تويجري جنبي ياكل له فضيده مرج، قام معي قبرينا فراج بس حنا ثاني قام معي. قلت يا ودي قعدوا، قالوا لا لا ما احنا قاعدين، اللي دخل زي ما هو نيته طيب. حد حاول من الشيطان يقدر اي المهم ازفه وما نقعدوا لا تقعدون قدروا يقعدون العلم قعدوا بالحوش ما طلعت في الشارع. يوم طلعت في الشارع عمر يجي يطلع لي جواله وناظر ولو شناظر ولو سجل لي مقطع، سجل لي مقطع وانا اقول كلام ما ينقال، مو بكلام عيبا ديني ولا كلام عيبا ذا، لكن كلام يقال في المجالس الخاصة ما يقال العام. فقال لي أبي 500,000 أو بحط المقطع هذا بتويتر الساعة 12 بالليل. أقسم لك